بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. واصل مع حلول تمارين الوحدة الثانية في هذا الفيديو 25. إن شاء الله راح نحاول نحل هذا التمرين. قالك نعتبر نواة اليورانيوم 235 92، يعني A تساوي 235، الزد 92. السؤال الأول، أعطي بنية هذه النواة. كعادتنا الجواب، نجاوب سؤال بسؤال، دير بوز جاوب وتشوف الحل معايا باش تتدرب على التمارين. ثانيا، اعطي تعريف طاقة الربط، ما تحيرش، لانه حتى في مواضيع البكالوريا يمدولك باش تمد التعريف. ثالثا، احسب بالجول وبالميجا الكترون فولت طاقة الربط لهذه النواة. رابعا، احسب طاقة الربط المتوسطة لهذه النواة، يعني للنيوكليون الواحد، وكنا قلنا انها يسموها طاقة الربط المتوسطة. كاين وين يرمزوا لها ب او، وكاين وين يرمزوا لها بهكذا. خامسا، علما ان طاقة الربط لنواة الهيليوم 28.4 ميجا الكترون فولت، المطلوب منك ان تقارن بين استقرار نواتين او 235 والهيليوم 4. سادسا، حساب الطاقة الكتلية لنواة اليورانيوم. سابعا، حساب الطاقة المحررة عندما تكون كتلة آم تساوي 2 ميليغرام من اليورانيوم 235، ولديك المعطيات، يعني كتلة البروتون، كتلة النوترون، وكتلة اليورانيوم 235، سرعة الضوء في الفراغ، 1 إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول، واحد اي يساوي 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. إذا نبدأ بالسؤال الأول، وهو المطلوب منك إعطاء بنية هذه النواة. إذا أولا، هكذا، إذا لدينا الأ تساوي 235 نيوكليون، تقدر تكتبها بالعربية نيوكليون، والزاد تساوي 92 بروتون، والآن أي النطر، عدد النطرونات يساوي A ناقص زاد، أي تساوي 235 ناقص 92 تعطينا 143 نوترونات، ها لنوترون. السؤال الثاني، قال لك اعطي تعريف طاقة الربط. ثانيا هكذا، اذا تعريف طاقة الربط، تعريف، وكما قلت لكم انه عاده ما يجي في مواضيع البكالوريا يطلبوا منك ان تعطي تعريف لامر ما، طاقه الربط. الربط صح. اذا كنا قلنا في الدرس انها هي طاقه الربط بالضبط في الفيديو رقم 21، قلنا باللي هي الطاقة لازم توفيرها للنواة في حالة السكون لتفككها إلى نيوكليونات، هي الطاقة اللازم توفيرها صح للنواة، للنواة في حالة السكون، في حالة السكون لتفككها إلى نيوكليونات هكذا. قلنا هي أيضا الطاقة المنبعثة من كتل النيوكليونات عند تماسكها، وهي التي تضمن تماسك النواة، هي أيضا الطاقة المنبعثة، الطاقة المنبعثة بعثة من كتل النيوكليونات، من كتل
النوكليونات عند تماسكها، يعني هي التي تضمن تماسك النواة، وهي التي تضمن تماسك النواة. صح. السؤال الثالث، احسب بالجول وبالميجا الكترون فولت طاقة الربط لهذه النواة. ثالثا، انت كنا شفنا طاقة الربط اللي هي EL، رمزنا لها ب EL، إنرجي دو ليزون تساوي زاد عدد ذري مضروب في ام بي كتلة لاماس دو بروتون، كتلة البروتون، زائد A ناقص زاد مضروبة في كتلة النوترون وناقص كتلة الذرة أو النواة أو العينة اللي عندي. صح. في مربع سرعة الضوء. إذن هنا راح يكون لدي EL تساوي Z اللي هي 92 أمبي زائد أم Z اللي هي 143 ام ان ناقص كتلة هنا اليورانيوم ناقص ام يو 235 هنا هكذا، نغلق القوس هذه، مضروب في مربع السرعة، سرعة في سرعة الضوء في الفارق. إذن راح تكون لدي او ال لينرجي ليزون تساوي 92 في كتلة البروتون اللي هي هي اكتب عندك اي 1.00776 زائد 143 في كتلة النوترون، ها هي أمامنا هنا، هي في يعني 1.00866 ناقص كتلة اليورانيوم 235 اللي هي أي ناقص 234.99332 في سرعة الضوء في الفراغ، يعني في مربع سرعة الضوء في الفراغ 3×10^8 مربع. صح. هنا في السؤال أعزائي الطلبة انتبه مليح، أنه طلب مني الأول نعطيها بالجول، لازم باش نمد بالجول طاقة الربط بالجول. كنا شفنا في الدرس أنه EL كتبنا العلاقة هذه تساوي دلتا أم، دلتا أم شكون؟ دلتا أم هي هذه، هي هذه كامل، هذه هي دلتا أم، يعني هنا عندنا هي هذه هي دلتا أم، لكنها نتخرج لنا النتيجة بالإي الوحدة. انتبه معايا مليح، إذن في دلتا أم في سي مربع. هنا يا أعزائي الطلبة باش تكون عندك طاقة الربط بالجول لازم تكون دلتا أم، باش دلتا أم واش شفناها واش نسموها؟ النقص الكتلي، هي النقص الكتلي، الفيديو رقم 21، الفيديو رقم 21 بالكيلوغرام، لازم تكون هذه بالكيلوغرام. هنا لو حسبنا راح نسموها بالإي مشي بالكيلوغرام، لأن لازم تتحول هذه إلى الكيلوغرام، وسرعة الضوء في الفراغ هي بالمتر على الثانية. هيا إذن هنا واش راح ندير؟
يعني هنا أعزائي الطلبة أول حاجة نحسب دالتا أم شحال تساوي دالتا أم باش نصيبها بالإي ونحولها إلى الكيلوغرام لأنه راه عطالي لهنا في المعطيات أنه واحد إي يساوي 1.66 في 10 قوى ناقص 27 كيلوغرام. انتبه، إذن أحسب لهذه بالإي. واش عندنا؟ عندنا 92 مضروبة في 1.007276 زائد 143 في 1.008665 ناقص 234.99332. شحال عطاتني؟ عطاتني 1، يعني هنا راح ندي 1.9952. ندور العدد إلى 10 قوى ناقص 4، أنت إلى 10 قوى ناقص 4. إذا نكتب 1، شحال قلنا؟ 9152 انتبه صح. لكن احنا هذه يعني هذا النتيجة لكم تشوفوا هنا هذه كامل كي حسبناها صبناها هذه بالاي صح، لكن احنا نحتاجها بالكيلوغرام. اذا واش ندير؟ نجي ما عليا الا نكتبها هي او ال تساوي 1.9152، نحولها للكيلوغرام. شحال قالوا لنا؟ انه 1 اي يساوي 1.66 في 10 قوى ناقص 27 كيلوغرام. نحولها للكيلوغرام، نضربها في ماذا؟ في 1.66 في 10 قوى ناقص 27 ونكمل الحساب تاعي، يعني دالتا ام في مربع سرعة الضوء في الفراغ في 3 في 10 قوة 8 الكل مربع، ونحسب أن النتيجة عفوا راح تخرج لي بالجول. لماذا؟ لأن هذا راح يكون بالكيلوغرام. انتبه، كي يكون هذا دلتا أم النقص الكتلي بالكيلوغرام، أل تكون بالجول. متفاهمين؟ صح. نكمل حسابنا، نجيب الحاسبة، هاي الحاسبة أمامك، 1.9152 عفوا كاين حاجة ما كتبتهاش، 9152 في 1.66 في 10 قوة ناقصها والناقص 27 في، انتبه أنا ما تضيعش الوقت، عندك 3 في 10 قوة 8 مربع، 3 مربع هي 9، إذن في، عفوا أنني كاتبها في 9 في 10 قوة 8 مربع، الأس 10 قوة 8 مربع، يعني تولينا 10 قوة 8 في 2 أي تولينا 10 قوة 16 في 10 قوة 16 هكذا. إذن وكان يمكننا منذ الوهلة الأولى، لاحظ كان يمكننا أننا نحسب هذه، شوف بتحسب في الحاسبة، 1.9152 في 1.66 في 9 هذو وحدهم، ومن بعد تجي 10 قوة ناقص 27 في 10 قوة 16. إذن هذه ثاني زيد اختصرها، يعني شفاهين قبل ما تدنا للحاسبة، 10 قوة ناقص 27 و10 قوة 16 يعني تولي لنا هنا 4 و7 يعني 11، يعني في 10 قوة ماذا؟ ناقص 11 مباشرة، يعني كي تطبي في الحاسبة هاواش طبي. عاود رجع الحاسبة، هاني رجعت الحاسبة، نكتب 1.9152
52 في 1.66 في 9 في 10 قوة ناقص 11. شحال أعطتنا؟ أعطتنا 2.86 في 10 قوة ناقص 10، يعني دور العدد إلى ناقص 2 هنا. لاحظ السؤال، أنا ما يهمنيش هنا النتيجة، يهمني أن كيفاش تعرف تتعامل مع الحاسبة بكل سهولة. واش درنا؟ الأعداد جبدناهم وحدهم، ما التسعة كيف جات؟ لأنه ثلاثة مربع جبدناهم وحدهم، ومن بعد جبدنا هذا العشرة قوة ناقص 27 والعشرة قوة 8 مربع اللي تولي 10 قوة 16، حسبناهم ولو أن 10 قوة ناقص 11. كي نجيب الحاسبة تاعي نحسب مباشرة هذا العدد في هذا العدد في هذا العدد في 10 قوة ناقص 11، واللي تمد لي واش استنى عفوا نحيو هذه باش ما نتيجة ما تغلطناش هكذا. إذن واش مدت لي؟ مدت لي 2.86 في 10 قوة ناقص 10 جول كيما طلبوا مني، كيما طلبوا مني كيما خرجت النتيجة. قالوا لي بالجول، واش قالوا لي ثاني؟ قالوا لي وبالميجا إلكترون فولت، وبالميجا إلكترون فولت صح. وعطوني هنا أنه 1 إلكترون فولت يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول. ما طواليش في باطل هذه المعطيات، لاحظ نكمل صبناها بالجول صح، هذه هي بالجول صح. درك بالميجا إلكترون فولت، يعني هنا لاحظ إذا كان 1 إلكترون فولت يعطينا 1.6 في 10 قوة ناقص 19 جول، يعني 2.86 في 10 قوة ناقص 10 جول شعال تعطينا من إلكترون فولت، شعال تمدل. يعني هذه مضروبة في الواحد تقسيمها تقسيم 1.6. إذن واش راح تكون عندي؟ سهلة، أنه الانرجي دريزون تساوي 2.86 في 10 قوة ناقص 10 في مضروبة في الواحد تقسيم طريقة ثلاثية 1.6 6 ولا ما انش غلط يعني 1.6 في 10 في 10 قوة ناقص 19 ناقص 19 شعلت مدلي من إلكترون فولت. هنا قبل ما تستعمل الحاسبة لاحظ بالضبط عندك 2.86 على 1.6، يعني هذو في رأسك. هنا عندنا 10 قوة ناقص 19، طلعها للفوق تولي لك 10 قوة ناقص 10 في 10 قوة 19. إذن واش تولي لك؟ تولي لك 10 قوة 9. إذن في الحاسبة اقسم هذه على هذه واضرب في 10 قوة 9 واربح الوقت مباشرة. إذن لو جبنا الحاسبة الآن، أجبد الحاسبة، ها هي الحاسبة أمامك، 2.86 تقسيم 1.6 في ماذا؟ في 10 قلنا قوة 9. لاحظ شحال ربحت من وقت، لكن كنت تكتب في الحاسبة 2.86 في 10 قوة ناقص 10 تقسيم 1.6 في 10 راح تودر وقت، لكن هذا شفاهيا في راسك أختمهم إذن لك تكون متمكن من الأسس هذا وصحة. شحال أعطتنا هنا؟ أعطتنا 1، هذا كامل، شو هذا كامل فواصل، دروك نشوفوا شحال هنا، راهي 0.00 يعني 1.1787 في 10 قوة 6، لأنه هنا 500,000 هذيك مكان لا نكتبوها، .5 عفوا في 10 قوة 6. إذن
نكتبوها أو كما تحب، تحب تكتبها هكذاك أو تحب تكتب 1.7875 في 10 قوة 9 كما تريد. إذن واش نكتبو؟ أنها تساوي 1000 عفوا بالقلم الأزرق 1787.5 في 10 قوة 6 إلكترون فولت، وهو قال لنا بال الميجا إلكترون فولت صح، بالميجا إلكترون فولت. لو جيت حولت 1700 لو هذه نكتبها هكذا مثلا 7.5 في 10 قوة 9 إلكترون فولت، بالك ما تلفلكس لأنه هذه الفاصلة، لاحظ لعبت على الفاصلة لهنا. أه؟ لو باش نحولها للإلكترون للميجا إلكترون فولت لازمني نضربها في 10 قوة ناقص 9 ناقص 6 في 10 قوة ناقص 6. إذن واش تولي لي؟ تولي لي 1.7875 في 10 قوة 3 ميجا إلكترون فولت. إذن تساوي 1.7875 في 10 قوة 3 ميجا إلكترون فولت كما طلب من. نواصل مع السؤال الرابع، الطلب من نقلك احسب طاقة الربط المتوسطة لهذه النواة والتي كنا شفناها في الفيديو رقم 21 في الطرس، تسمى كذلك ماذا؟ طاقة الربط لكل نيكليون. كنت قلت لكم أنها يسموها طاقة الربط المتوسطة للنواة أو طاقة الربط لكل نيكليون. هذه الطاقة كنت قلت لكم أنها تمثل أصغر طاقة لازمة لفصل ماذا؟ لفصل نيكليون واحد من النواة، وقلت لكم أنها كلما كانت كبيرة كانت النواة أكثر استقرارا، وهذا ما سنجيب عنه في السؤال الخامس بإذن الله. نبقى في السؤال الرابع. إذن السؤال الرابع خلينا هكذا، إذن رابعا عندنا طاقة الربط هذه المتوسطة أو طاقة الربط لكل نيكليون كاين مزولة أو وحده، كنا مرزنا لها في الدرس هكذا أو، وكاين اللي يرمز لها بهكذا صح. إذن تساوي ماذا؟ تساوي أو أل لينرجي دو ليزون على أ عدد الكتلي. إذن تساوي لينرجي دو ليزون صبناها بالميجا إلكترون فولت اللي هي 1.7875 في 10 عفوا ولا بالأحرى في عوض نكتبه في 10 قوة 3، أنا مفضل نكتبها هكذا، لاحظ نكتبها هكذا بتسهل العملية الحساب 1787.5 ضربناها في 10 قوة 3 الفاصلة بعدنا له أعلى الآلة هي 235 شعال أعطتنا. إذن 1000 لاحظ بتسهلي في الحاسبة ضربت هذه 707 عفوا ما تكتب 1787.5 كالكولاتريس لي بيل خلاص ولا تقسيم 235 اكتو هاي ما تكتب هاي فوالا اعطتني شعال 7.606 ندور العدد الى 10 وقوة ناقص 2 7.61 7.61 اذن 7.61 ميجا إلكترون فولت بار نيكليون هكذا للنيكليون الواحد. السؤال الخامس
وراه علما أن طاقة الربط لنواة الهيليوم أعطوها لك 28.4 ميجا إلكترون فولت. مطلوب منك أن تقارن بين استقرار النواتين أي اليورانيوم 235 إي الهيليوم. صح، كنت قلت لكم غير ذلك شوية، قلت أنه كلما كانت هذا طاقة الربط المتوسطة كلما كانت جاتني مكالمة هاتفية جاوبت عليها. إذن قلت كلما كانت هذه طاقة الربط المتوسطة كبيرة كانت النواة أكثر استقرارا. إذن احنا أعطونا تاع الهيليوم 28.4 ميجا إلكترون فولت، ها تاع الهيليوم ماشي لنيكليون واحد تاع الهيليوم، باه نتفاهموا صح. تاع الهيليوم كامل نواة، لاحظ أن علما أن طاقة الربط لنواة الهيليوم، ما طاولكش طاقة الربط المتوسطة، طاولك طاقة الربط لنواة الهيليوم 28.4 باش ما تروحش كونتر بي يعني هكا تروح بصح. خامسا انتبه، خامسا واش ندير؟ نحسب اولا طاقة الربط المتوسطة لنواة الهيليوم. اذا نحسب اولا طاقة الربط المتوسطة لنواة الهيليوم، لنواة الهيليوم. اذا طاقة الربط المتوسطة لنواة الهيليوم نديرو لها هكا اش او الهيليوم هكا باش نفرقوا بيناتهم، تساوي ماذا؟ تساوي 28.4 ميجا الكترون فولت على 4، لان الا يساوي او ال على ا يساوي 4 تاع الهيليوم. صح، اذا تساوي، اعطيني الحاسبة من كلا نظلو نجبدو في الكتار، تعطيني 7.1 ميجا إلكترون فولت بار نيكليون هكذا. صح، إذن هنا واش نلاحظ؟ نلاحظ أن طاقة الربط لذرة اليورانيوم لنواة اليورانيوم أكبر من طاقة الربط لنواة الهيليوم. إذن نلاحظ أن طاقة الربط نواة اليورانيوم 235 أكبر من طاقة الربط لنواة الهيليوم، وأنا نفضل هذا الرمز له باش نعرفوا أن طاقة الربط المتوسطة، باش لأنه كنا نديروها كاره تتلف لك. صح، إذن هي كبيرة عليها. إذن واش نقول؟ أن نواة اليورانيوم هي أكثر استقرار من نواة الهيليوم. إذن لاحظ في الإجابة تاعك في البكالوريا، دير طاقة، أعطونا طاقة الربط لنواة الهيليوم، جبدنا طاقة الربط المتوسطة يعني نيكليون واحد، صمنا تاع طاقة الربط المتوسطة لليورانيوم 235 7.61 وطاقة الربط المتوسطة للهيليوم 4 7.1، وقلنا في الدرس كلما كانت كبيرة كانت النواة أكثر استقرارا. إذن شكون اللي كبيرة؟ هي تاع اليورانيوم. واش نجاوب؟ أنا عطيت له هذه ومن بعد نقول له نلاحظ أن طاقة الربط تاع اليورانيوم 235 هي أكبر من طاقة الربط المتوسطة تاع الهيليوم. إذن شوف الإجابة، طريقة الإجابة كيفاش تكون. إذن نواة اليورانيوم أؤكد 235 235 لأنه كاين نظائر أكثر، يعني ما تقولوش اليورانيوم أكثر، دير باللي اليورانيوم 235 أكثر استقرارا من نواة الهيليوم هكذا. صح، هذا السؤال الخامس. نأتي إلى السؤال السادس، احسب الطاقة الكتلية لنواة اليورانيوم.
صح، هذه الطاقة الكتلية لنواة اليورانيوم كنا درناه في بداية درس تحولات النووية. صح. سادسا صح، الطاقة الكتلية لنواة اليورانيوم 235 بالطبع. صح، كنا شفنا أنه E تساوي M في الحالة هذه، عندي اليورانيوم M أي كتلة اليورانيوم 235 في C مربع، اللي هو سرعة الضوء في الفراغ، يعني E تيقال MC أو كاري. صح، إذن E أعطوني في المعطيات كتلة اليورانيوم 235 هي 234,99,332 في ماذا؟ في أعطوها لي باش نصيبها. لاحظ كاين حاجة يلزم تراعوها، أعطوها لي بالإي الوحدة، لكن باش نصيبها بالجول كما كنت انا الاو هذيك باش نصيبها بالجول لازم نضرب في الكيلوغرام، لازم نحولها الى الكيلوغرام. اذا هنا كي نحسب واش ندير باش نحولها للكيلوغرام، لازم نضربها في 1.66 في 10 قوة ناقص 27، يعني هذه نكمل لهم بعد في سي مربع، يعني سرعة الضوء في الفراغ في 3×10^8 مربع، يعني هنا هذه واش نقصد بها؟ هذه أني كتلة نواة اليورانيوم 235 حولتها بالكيلوغرام، ضربتها في 1.66 في 10^-27، حولتها بماذا؟ بالكيلوغرام. إذن واش نجي ندير هنا؟ كي نجي بالحاسبة ندير هكا، شوف بها تخدم في الحاسبة 234,99,332 في 1.66 في 3 في 9، هذو وحدهم، ومن بعد عندي 10^-27 في 10^8 يعني في 10^16 اللي هو شحال تعطينا؟ تعطينا 10^-11 كما شفنا قبيلات في 10^-11. ها هي كيفاش نعمل في الحاسبة. صح، ها هي الحاسبة. إذن 234,99,332 par 1,66 par 9 par 10 à la puissance moins 11 إذن تساوي 3.51. ندور العدد إلى 10^-2 في 10^-8 جول. ها إذن نمحي هنا باش المسودة هذه هكذا. إذن واش تساوي لي؟ إذن هنا تولي لي E الطاقة الكتلية لنواة اليورانيوم تساوي 3، يعني باش تفرق الطاقة الكتلية هي E إتيكال إم سي وكاري، 3.51 في أو نسميها علاقة أينشتاين في 10^-8 جول. أبقى لنا السؤال الأخير، وين راك السؤال؟ قال لك أحسب الطاقة المحررة عندما تكون كتلة يعني آم تساوي 2 ميليغرام من اليورانيوم 235. أنت به هنا
كيفاش راح نجاوب على السؤال السابع؟ صح، سابعا هكذا كنا جاوبنا هنا، قال لك شعال تحرر 2 ميليغرام، بصح كنا جاوبنا في السؤال الثالث أنه عندما تكون نواة واحدة شعال تحرر من الطاقة، أي عندما تكون نواة واحدة تحرر طاقة شعال. في السؤال الثالث، روح لي للسؤال الثالث، وين راه السؤال الثالث؟ ها هي، تعطيني 2.86 في 10 قوة ناقص 10 جول. ها إذن تحرر طاقة ماذا؟ طاقة 2.86 في 10 قوة ناقص 10 جول، هذه نواة واحدة. الآن واش ندير؟ هذا 2 ميليغرام شحال فيها من نيوكليون؟ ها؟ إذن لازم لي الآن واش ندير؟ الخطوة الثانية، الخطوة الأولى درت شعال تحرر نواة واحدة، تحرر هذا العدد قدامك. الآن لازم لي نعرف شحال كاين عدد النيوكليونات الموجودة في هذا 2 ميليغرام. ها؟ إذن خطوة ثانية وهي حساب عدد النيوكليونات الموجودة في 2 ميليغرام. كيفاش؟ صح، إذن آن اللي هو عدد النيوكليونات يساوي كتلة العينة على ماذا؟ على كتلة النواة، على كتلة النواة. إذن تعطينا أي كتلة العينة وهي طوالي 2 ميليغرام، لازم نحولها إلى الكيلوغرام، إلى الكيلوغرام، لازم يكون الكيلوغرام على الكيلوغرام. إذن 2 في 10 قوة ناقص 6، قوة ناقص 6 كيلوغرام على كتلة النواة. شكون كتلة النواة؟ هنا هي U235، ها وما عطاوها لنا في المنظر، ها هي أم النواة 235، تعطينا 234.99332. إذن هنا 234 في 99332، لكن هذه لحظة باش تنفرقوا، هذه راهي بالكيلوغرام، لكن هذه راهي بالإي ماشي بالكيلوغرام. إذن نحولها إلى الكيلوغرام، هي كذلك انتبه الخطوات اللي راني دايرهم. أعطاني كتلة العينة هنا، أعطاها لي 2 ميلي جرام، أعطاني كتلة النواة أعطاها لي 234.99332 U. هذه لازم نحولها إلى الكيلوغرام، وهذه لازم نحولها إلى ماذا؟ إلى الكيلوغرام. إذن واش ندير؟ نضرب هذه الاي باش نحولها للكيلوغرام، عطاوها لي من المعطيات، نضربها 1 اي يساوي 1.66 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام، اذا نضربها في 1.66 في 10 قوة ناقص 27 هكذا. اذا هذه كذلك تولي لي بالكيلوغرام. واش تعطيني؟ تعطيني اي تساوي، احسب في الحاسبة عندك، طلع هذا العشرة، لا هنا فاصلة، عفوا هنا فاصلة، فاصلة صح هكذا. يعني هنا كي تحسب في الحاسبة واش دير؟ دير 2 يقسمها على 2.34.99، 2 تقسيم 234
فاصل 99332 في 1.66، ومن بعد ضرب في ماذا؟ في 10، لأنه 10 قوة 27 تولي ناقص 27 تولي 10 قوة 27، في 10 قوة ناقص 6، إذن نضرب في 10 قوة 21. هذا قسمهم هكذا، شوف هذه قسمها مع هذه هكذا، هذا وحدهم في الحاسبة هكذا، اقسمهم وبعد اضربهم في 10 قوة 21، هكذا تخدم في الحاسبة، تجيك الأمور سهلة جدا جدا. إذا نشعال نصيبه، أنا نحسب عندي ندير بوز ونحسب، إذا صوت 5.12 في 10 قوة 18 واش نيكليون، تكتبها بالعربية ولا بالفرنسية كيف كيف، نيكليون، لأن قلنا حساب عدد النيكليونات الموجودة في 2 ميليغرام، ها نحسبناها عدد النيكليونات صح. إذا لاحظ هنا لازم باش نصيبوا هذا الطاقة اللي طلبوها منا، الطاقة المحررة هي او تساوي ماذا؟ هنا في الإجابة على السؤال السابق هذا يوجد خطأ، أين هو الخطأ؟ شكون فيكم اللي يقدر يجبد لي وين راه الخطأ؟ هاي دير بوز وخمم أين الخطأ. الخطأ هو هنا حساب عدد النيكليونات، نيكليون، لأننا لو قلت لك هنا أو تساوي أن العدد اللي صبناه هذا، لأن العينة على النواة كتلة النواة، إذن هنا ما نشرح نصيبو نيكليون، نصيبو أنوية، يعني عفوا نصيبو لنوايو نوى، إذن عدد النوى وليس النيكليونات، لأن في أل طاقة الربط، لأن نواة واحدة تحرر طاقة الربط أل تساوي 2.86 في 10 قوة ناقص 10. لو قلت لك النيكليونات وهي طاقة الربط المتوسطة حتى ما تطيحش في البيش، إذن هنا إذن هنا واش نقوله؟ عدد النواة وليس النيكليونات حتى ما تطيحش. وهنا واش وجدنا؟ وجدنا ماذا؟ نوايو وليس نيكليون، أي نوا، نوايو أنوية أو نوا، تكتب نوا بالعربية. إذن لأن طاقة الربط تخص بنواة واحدة أل، وهنا عندنا شعال من عندنا؟ عندنا في هذه العينة تاع 2 ميليغرام 5.12 في 10 قوة 18 نواة، يعني نواة واحدة فيها تاع اليورانيوم فيها 235 نيكليون حتى تفرق بين النواة والنيكليون، نواة واحدة فيها هذا العدد، يعني هنا هذا العدد مضروب في هذه، إذن انتبه معي، إذن هنا واش تساوي؟ تساوي 5.12 في 10 قوة 18 في ماذا؟ في طاقة الربط اللي هي 2.86 في 10 قوة ناقص 10. شحال تعطينا؟ هنا لاحظ اضرب 5.12 في 2.86 في الحاسبة في 10 قوة 8، لأن عندك 10، لاحظ 10 قوة 18 في 10 قوة ناقص 10 راح تعطيك 10 قوة 8، تكون هكذا. إذن تا في الحاسبة واش تدير؟ اضرب 5.12 في 2.86 في 10 قوة 8، إذن شحال عطاتني؟ عطاتني 1.46 في 10 قوة 9 جول، جول، هاي الإجابة تاعنا صحيحة.
أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.